دلوقتي ايه ايه يعني ما وريش غيرك ولا ايه؟ اهدى كده واشتغل، اشتغل بهدوء. مولاي ام ميسيو سنبل اغا، اهلا وسهلا، وحشتني يا سنبل. بجد يا مولاي وحشتك. مش وحشتني كده، امال ازاي؟ بقالي فتره ما شفتكش. ها سنبل اغا، ايه الوزير براهيم بيخن يا سنبل. ايه ده؟ يعني طلع جاسوس؟ لا مش جاسوس، تولع السلطنه، مش دي القضيه. بيخني مع واحده من الجواري اللي هنا. اوعى تكون اسمهان. هي مفيش غيرها ولا ايه؟ هي فعلا اسمهان. خلاص يبقى نقتلها يا مولاي. لا ما تقتلهاش، انا بحبها يا سنبل. امال نقتل مين؟ هنقتل الوزير براهيم. وانت اللي هتقتله. انا؟ ايوه انت. في لحظه ما هشاور لك بالمنديل الاحمر ده هتنقض عليه. حاضر ماشي. خلاص ماشي يا مولاي. اتكل انت يا ابراهيم. يا سنبل اتكل. طب سلام. مع السلامه. سلم. سلم ايه؟ ما انا سلمت خلاص. مع السلامه. سلام. اللي هو ايه يعني؟ سلام. الله، وبوسه يمين وبوسه شمال يعني. ايوه. حاضر. بتنشن في النص. قلنا واحده يمين واحده شمال. انت اصلا شمال. انت اللي اديتني الدور ده. ما انت قال يا واحد في الدور. لا مش انا. انا مش فاهم دورك، انا مش فاهمه. بقول لك ايه، اتكل على الله. قائد الدرك. دستور دستور يا مولاي. مولاي السلطان. فنون شعبية داخل عليا. ايه اللي بيحصل؟ معلش يا جناب السلطان. تعمل ايه؟ وبدي بعدين شو قدام الناس بترشيني؟ والله لو عملت ايه؟ مولاي السلطان العظيم، أنا مش فاهم. أنا جايبه لنفسي، أنا جايبه لنفسي. قائد الدرك. أيوة يا مولاي. أيوة هوي هنا. قائد الدرك. أيوة يا مولاي. لو سمحت يا مولاي بعد إذنك، ممكن تجيبه على أقل حاجة، الجو تلج. إثبت واسمع الكلام. ها؟ أيوة يا مولاي. ها؟ ها إيه يا مولاي؟ سنبل بيخني. سنبل بيخونك؟ ايوه. ازاي ده اغا؟ لا مش بيخني كده، لا يعني هو تآمر مع بعض الاشخاص على شخصي عشان تآمر ضد السلطنه. يبقى يتقتل. يتقتل يتقتل وبدون سبب عادي. انت اللي هتقتله. انا اقتله يا مولاي؟ اديني انت الاشاره وانا اقتله في التو واللحظه يا جناب السلطان العظيم. في لحظه ما هشاور لك بالمنديل الاحمر ده. ايوه يا مولاي. هتقوم منقض على سنبل اغا. تقتله. اقتله يا مولاي طبعا يا مولاي. امال هعمل ايه يعني؟ وانا وظيفتي احميك يا مولاي. يعني انت نفسك تبقى عاطف عوض ولا ايه؟ مش فاهم. طيب يعني هقول لك تقتله، بس اهم حاجه. ايوه يا مولاي. الراجل المتآمر اللي كان عايز يقتلني ده ظبطته ولا لسه؟ لا لسه ما جبناهوش، لكن هنقبض على المتآمر يا مولاي طول ما انا موجود. وده اعلى واحد عندي في السلطان. انا اللي بحميك يا جلاله السلطان. طبعا طبعا. اتفضل. اتفضل فين يا مولاي؟ اتفضل انت روح. حاضر يا مولاي السلطان.
تكت. آسف الديكور. يا أخي كل حاجة بتبوظ، كل حاجة بتبوظ. أنا مش عارف أنا قلت لمين يقتل مين ومين ما يقتلش مين، مش إشكال. أما أديهم الإشارة بالمنديل كله يقتل بعضه زي ما قلت لهم. إيه ده؟ مولاي السلطان في الحرم لك؟ أهلاً يا فيروز. أهلاً يا مولاي. أخبارك يا فيروز؟ كله تمام يا أنا مولاي. قلت لك تقتلي حد أو حاجة؟ لا، اليومين دول ما حصلش. قبل كده حصل ونفسي؟ طبعاً. تمام يا فيروز. حضرتك تؤمر بأي حاجة تانية؟ فيروز، أنا قلتلك قبل كده إن أنا بحبك؟ لا يا مولاي. معقولة يا فيروز؟ لا. اوعي اوعي. إيه؟ المدام جت، المدام جت. طيب. اوعي اوعي. هتقتل المدام؟ أنت بني آدم. عدل، وقف باحترام. هيام هانم خلاتو. خرشوف ايه؟ خانون؟ خانون ويام هانم خانون. مولاي اهلا يا هيام هان. مولاي انا 100 مرة اقول لك انا ما اسميش هيام، اسمي هيام. امال ايه هيام ده؟ مفيش، ابويا راح يسجل اسمي في السجل المدني، وطبعا انت عارف ان هو اخرس. الموظف بيسأله اسم البنوتة ايه؟ قال له هيام. فسماكي هيام. لكن انا اصلا اسمي هيام عبدالله، مدرسة احياء في الثانوية بنات. لكن هيام برضو ليه وقع كده تحس ان في عظمة. هيام هيام يا مولاي، هيام اللي في المسلسل قمر عني. انت اللي قمر. بس هي بزيادة. انت اللي قمر. مين اللي بزيادة والنبي؟ انت مش ده، انت المجموعة الشمسية كلها. مولاي فين فيروز؟ فيروز اكيد في التلاجة. هزار سلاطين. فيروز. نعم يا مولاتي. بالراحة عليها عشان ما تفرش.